عز وجل لا إله إلا هو وبه آمنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وهو الذي لم يزل خيره مدرار وعطاؤه آناء الليل وأطراف النهار قال نبيه المختار ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والله يعطي وقد تقاصرت مدارك الخلق عن إحاطة بعطائه على الفرد من المخلوقات في كل ما يشمله ويخصه ويتعلق به بل كما بيّن صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في محاسبة الذي استكثر عمله وقيل له ادخل الجنة برحمتي قال بعملي يا رب قال حاسبوه ففنيت عبادة 500 عام عند المحاسبة على نعمة البصر ولم تكمل نعمة البصر بعد فقالوا يا ربنا ما وفت أعماله بعشر نعمة البصر قال فأحمله إلى النار قال يا رب أدخلنا الجنة برحمتك قال أدخل عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي هاي أنا أتكرم عليهم بالفضل وأثني عليهم والأمر كله مني وإلي سبحان من بيده الفضل ويؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم فما هذه المحاسبة على نعمة البصر أدرك الناس وهم في الدنيا كم عدد الخلايا في العين ما يحصونها وظيفة كل خلية وكل واحدة منها في مقدارها وفي قصرها وفي طولها وفي حجمها على مقياس ولها وظيفة وكيف تبقى شغالة على الأبد مدة متاع الإنسان ببصر سنين عديدة وكيف تبين قربا وبعدا وتميز بين الألوان وكم بها دفع الإنسان عن نفسه من مضرة وكم بها توصل إلى مقصد وإلى خير كم فلو أردت بعقلك تحيط بما احتوى عليه نعمة البصر وحده لعجز عقلك عن ذلك ولكان ما لم تدرك أكثر مما أدركت وكيف عندك عندك نعمة سمع وعاد عندك نعمة لسان وذو وكلام وعاد عندك نعمة يد ورجل وكم نعم لا إله إلا الله ولهذا يرثى حال الذين غابت عن عقولهم الحقيقة وأخذوا يحسبون أنفسهم يعظمون أنفسهم يسبحون أنفسهم ويحمدون أنفسهم يقدمون أنفسهم ويعتمدون على أنفسهم ويلتفتون إلى أنفسهم وبغوا بأنفسهم التي لا تساوي شيء وكلها من صنعته يحاسبونه ويحاسبون غيرهم ما أبعدهم وما أشد ما تعرضوا له من في هذا الجحود من خطر الطرد وخطر المقت ولكن هم أهل العمى حقيقة وهم أهل الصمام حقيقة وهم أهل البكام حقيقة فإن قلت لهم قلوب فأين خصوصيتها لا يفقهون بها إن قلت لهم أعين فأين خصوصيتها لا يبصرون بها إن قلت لهم آذان
أين خصوصيتها؟ لا يسمعون بها. إذن فكأن لم يكن لهم شيء من ذلك. خصوصية كل مخلوق معرفة الخالق، الخضوع للخالق، إذا فقدها فقد كل شيء. ولكن يتعرض لفقد هذا المكلف بغروره، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويبقى المكلف بغروره ينكر ويجحد ويرى نفسه قدم نفسه يعظم نفسه. لما قال فيما سمعتم قصة بعض الصالحين، يقول له بعض الذي يسمعه في كلامه العجيب، يقول سبحان الله نشأنا وإياك وتعلمنا سواء، ولكن هذه العلوم تجيبها ومعارف عظيمة الذي ما هي عندي، كيف أدركها؟ قال أنت ما تدركها لأنك محجوب بنفسك، قال فكيف الخلاص؟ هل تريد تذوق من هذه العلوم؟ قال نعم. قال أنت الآن معروف في هذه البلدة، ملتفت إلى إجلال الناس لك، قال خذ أول أخرج وخذ لك هذا زنبيل، خذ لك مقتل حط فيه لوز وزبيب، ومر في الشوارع وقل للصبيان من صفعني صفا أعطيته من اللوز هذا والزبيب، وادخل إلى الأماكن التي تعرف فيها كلها إلى السوق ومر تعال هنا. سبحان الله، معك شيء غير هذا؟ قال قولك سبحان الله هذه شرك. قال أنت ما سبحت الله، سبحت نفسك. قلت لك روح عمل هذا، قلت سبحان الله مستعظم نفسك إنما تصلي هذا، أنت عظيم الله في هذا المثل. أنت قلت سبحان الله معظم لنفسك. قال شيء غير هذا؟ قال هذا أول واحد، بعدين تعال أعلمك اللي بعده. هذا ولي قال هذا ما أقدر عليه. قال فلو عبدت مألف عام أنت بهذا الوصف ما أدركت ذرة من هذا العلم ولا ولجت إلى الميدان. روح أول صف نفسك. ها كأنه إن عقل شيء أو علم شيء أو عمل شيء يريد أن يدلبه على من؟ وهل من قيمة لعلم إلا إن وافق لعلمه وأثمر خشية منه ومحبة له؟ وهل من قيمة لعمل إلا إن قبله؟ وهل هناك مرتكن في شيء غير يرتكن إليه من الجمادات، من النباتات، من الحيوانات، من الإنس، من الجن، من أهل الأرض، من أهل السماء، شيء مرتكن يرتكن إليه فيقابل به قدرته وقوته ودوامه وبقاؤه سبحانه وتعالى؟ شيء؟ يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. ها يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. الله الله. بل هذه سيدنا جعفر الصادق قال نعدها لشدائدنا، قل يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا إلهي وإله أبائي يا حي يا قيوم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل قال إن استغنى أو إن رأى؟ أن رأى، أن رأى، لأنه استغنى أصلا ما يمكن، ما في ماشي من العرش إلى الفرش ماشي شيء يستغني عن موجوده أصلا، ما فيه، ما يتأتى، غير معقول، مستحيل شيء يكون يستغني، ما في شيء مستغني، كله مفتقر، كله محتاج،
لكن أن رآه استغنى ظن نفسه بس، توهم أنه استغنى، هو يطغى بالوهم أنه استغنى. ها، ولما توهم النمرود أنه استغنى قال أنا أحيي وأميت، جاب اثنين خلى واحد قتل واحد، قال شوف هذا حيته هذا أمته. سيدنا إبراهيم قالوا إن الله يأتي بشمس المشرق فأتبها من المغرب، فأبو هريرة الذي كفر وظن أنه استغنى، وما هي إلا حشرة صغيرة تدخل في أنفه أو أذنه ثم لا تسكن ولا يسكن، ويتألم ويتوجع ويبكي ويصيح وينادي، ولا يسكن ألم حتى إلا يضرب على رأسه. ها مسكين، وين أنا وحي أميت؟ كان موت لأن الحشرة دي اللي متأذي منها، بس حشرة صغيرة بعوضة أو نحو دخلت في أنفهم بعدين سيح. ها مرة كان واحد من أطباء الأسنان خرج عصبة من السن صغيرة كمان، قال تشوف هذا كل الألم اللي يحسه السن من هذه، فلما مخرجينها ما تحس، يقول ويهوم كذا ويدق بالراس وبالجدار كله، بس شفته صغيرة. به الله تعالى يوصل الألم، يخسر يخلي جسم الإنسان كله يحس بالألم ويتعب، بعد خروج هذا الصغيرة خلاص ينتهي كل شيء، ما أضعف الإنسان هذا. ودحين يا من تقول أن حيوميت كان موت لنا الحشرة هذه اللي تعبتك، وما قدر ما قدر يموت الحشرة، وهي تنخر فيه هو يصيح يصيح لا إله إلا الله. بس أن رآه استغنى، ما حد يستغني أصلا، لكن أن رآه استغنى. ممكن سيدنا الخليل، سيدنا الخليل إبراهيم مفتقر، كان مفتقر منضلح من كثير، قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ها لماذا ما تجي مطر لما رشنا والنار ودقيقة واحدة وانطفت؟ وبعدين ما كانوا يظلوا في غرورهم وهم هم يقولون أوه لو ما جاءت المطر كان السلام كان بنحرقه، إلا ما جاءت مطر هيا دخلوا يا دخلوا وسط النار، النار ولا ريح أبت وطفت النار، ولا ريح أبت وطفت النار ولا مطر، ودخلوا ولا وسطها، كما اللي معكم خلوه يدخل داخل. قلنا يا نار وكوني بردنا وسلامنا على إبراهيم. فالمفتقر أعز، والذي رأى أنه استغنى أهين. هذا وعدهم في الدنيا، وجوب كيف راية الخليل في القيامة. خليل بعد الحبيب الجليل صلى الله عليه وسلم مقام سيدنا الخليل إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك وأتيناه أجره في الدنيا، وأتيناه أجره في الدنيا، أي في الدنيا يجروا عرضوا للنار وإلا أمروا بذبح ابنه خلاه يحط أولاده هناك فيه، أتينا أجره في الدنيا. أذاقه من لذة المودة وحلاوة الخلة ما لا يوصف، أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ها سبحان الله، هذه الحقائق إذا عرفناها تخرجك من مازق الأسر في الاغترار بهذه المظاهر التي يضحكون بها على عقول الناس اليوم، صورون لهم العز الرفعة اللذة في شيء من مما لا يحق أن يذكر. كما سمعت الإمام الغزالي يقول، قال ترى الطفل الصغير خلقت له شهوة اللعب وما خلقت له شهوة الرئاسة بعد، وترى ينازع ويخاصم على اللعبة
ويبكي عليها إذا وإذا واحد شلها منه يصيح. وربما ضمها إلى صدره، وربما حطها فوق رأسه، وربما قبلها. وهي لعبة من اللعب تأخذ وتهوي. فيرى الإنسان نفسه أنه عاقل، يقول هذا مسكين، ما طفل صغير عقله صغير ما يعرف، ما بيت ما ينام كم ليالي من شان الكرسي بغاه مدري ايش هو. لا ما يعرف شهوة الرئاسة الولد الصغير. ها قال العارفون ينظرون إليك وأنت ما عرفت لذة القرب من الله ولا حلاوة المعرفة بالله تعالى، ومقعد معلق بشهوات الرئاسة في الدنيا ورئاسات الدنيا كلها. قال في نظر العارفين كلعب الصبيان. ها كلعب الصبيان. ولهذا كم سميتم؟ قال سيدنا الحسين بن شيخ أبو بكر لما جاءه السلطان صالح الكثير، جاءه من سيئون إلى عينات، يقول يا حسين أنا تبت من هذا، والعدو يد السلطان والسؤال عليها يوم القيامة، وخرجت من بيتي بحيلة، قلت للجنود بتخرج مرأة في الليل أحد يتعرض لها، لبس الثياب مرأة وخرجت. أنا الآن بين يديك، أريدك تعين للسلطنة من تريد وتتوجه، الله يغفر يغفر لي ما مضى، يثبتنا في الباقي، ويكون وفاتي عندكم في عين أو في تريم أو في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبالداية يختبر صدقه سيدنا الحسين، قال له ما أصنع لك؟ لا دخل لنا في الإمارة ولا في السلطنة، والمغفرة بيد الله، ومن يغفر ذنوب إلا الله، وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض أنت تموت. بكى وألح وقال، حتى شفع له بعض يقول له يا أبا صدق مع الله وجاءك، فتوجه له إلى الله، قال هيا مرحبا ما دمتك صادق تعال، أما ما مضى من نبيك فانت صدقك الآن في التوبة، وجهتنا إلى الله تعالى واستغفارنا لك ويغفر لك إن شاء الله بفضل. وأما الوفاة فنسأله لا يميتك إلا عندنا هنا أو في المدينة. أما الإمارة صلدنا فلو كانت تصلح للدواب ما رضيناها لحمارنا. ها هذي اللي أنت تشوفها كبيرة في رأسك، لو كانت تصلح للدواب ما رضاها للحمار قدامنا. لكن الرأي فيها، انظر من ترى من بني عمومتك فيه عدل ودين وتقوى، قوله لبيك وصدق مع الله وتوجه. مرت الأيام وقبل الوفاة إلى عناد، وفاة وقبره الآن هناك موجود في السور حقالي جنب قبة الشيخ أبو بكر، مقبور هناك. عرفت ايش قدر السلطنة هذه؟ والآن من دون السلطنة قليل من مدعاة الحياة يقول له هذا المستقبل، هذه العظم، كن عبده. ولا لا أنا عبد الله يقل الأدب، وضج في العالم، أخذت الناس إلى فين يهون بالناس هؤلاء. لكن الداعي قام وهو صادق وناصح ومبلغ، ما سمعوا وترك، ترك صوته وصداه بالقرآن الكريم بالسنة الغراء بالقلوب اللي حملت من بعده النور تنادي الناس وهم يتصممون عن هذا، وينشأ في الأذهان تعظيم لأصنام المتاع الفاني والحطام الزائل. صنمية قوية أضحوا وباتوا لها ساجدين. الله ينقذ، الله ينقذ المسلمين. ولولا ذلك ما كانت هذه الفتنة تسمعون عنها اليوم في المسلمين، تفلتوا من أيدي من نور التربية ومن أيدي المربين، فتكونت عندهم أصنام من المال والجاه، سجدوا لها فتقاتلوا. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
والذي يغري ذا والذي يغري ذا، ما هو ناصح لا لذا ولا لذا. ها ويسمع المسلمين كل يوم دماء تسيل دماء تسيل دماء تسيل. الله الله، ما سمعت في 27 غزوة للنبي وسبعة واربعين سرية مجموع القتلى فيها، مجموع القتلى فيها من الطرفين لم يتجاوز المئتين. ها ما تجاوز المئتين، أكبر شيء كان في بدر 70 وفي أحد مثله 740، بقية الغزوات والسرايا ما بلغ عدد القتلى 60 في طول الجهاد هذا. قام وما حد 200 قتلوا، واليوم كم في اليوم يقتلون هؤلاء اللي بينصروا الشرع والدين وبيحيوا الإنسانية؟ هم أو من وراهم من يدعمهم أو المدعين في الإنسانية في العالم وحقوق الإنسانية في العالم، هم هؤلاء فيهم خير للأمة وللبشرية؟ الخير عند محمد، قولوا الخير عند محمد كله، كله الخير موجود عند محمد نبي الخير. وكم انتهكت من حرمات ومن أعراض ومن واندفعوا وراء الأهواء وتركوا نداء الرسول. فالله يخلص الأمة، الله يدفع البلاء عن الأمة، والله يرزقنا قلوب مسلمة مؤمنة خاضعة خاشعة منيبة واعية عن الله وحيه، واعية عن الله سره. حراس حقوق الإنسان يدعمون القتال، تمام خلاص، نعد باقي حق أكبر من هذا انتهينا. حقوق الإنسان ربه شرعها وحملها محمد الله صلى الله عليه وسلم، وحقوق الكون كله، ولا إنسان ولا حيوان ولا نبات إلا وحقوقه وخيره في منهج محمدين صلوات ربي وسلامه عليه، حبيب رسول رب العالم. رزقنا الله حسن متابعته، دخلنا وإياكم في دائرته. فارفع قدرك بسر التبعية. فأهل العلم العربي عندنا علم اللغة يقولون التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، التابع له حكم المرفوع المتبوع، تابع المرفوع مرفوع، تابع المخفوض مخفوض، ولا أحد في الخلق مرفوع مثل النبي. خلك تابع المرفوع إن تريد ترتفع، لأنه هو الأرفع، تابع الأرفع. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال لي رأيت الناس يميلون هنا وهنا، يسرى امسك امسك بالقمة والعلو يسمونك واصبر، قال بيروحون هنا وهنا وبعدين برجعوا لك، ما بيحصلون ما بيحصلون مخرج يشون بحيثهم المرجع لهذا المنهج ضروري. قال لا، أما أنت لا يهزك ذهابهم يمنى ويسرى، خلك محلك ثابت، طلع فوق امشي، قد يروح ويجي بعدين يرجع ثاني مرة، ما يحصل مخرج ولا حل إلا من هنا. وكان يقولون من ترك بابا من الشرع أحوجه الله إليه، ما يموت حتى يرى حاجته إلى هذا الباب. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، يرى نفسه يتوهم أنه استغنى بشيء من الفكر، بشيء من المادة، بشيء من الصناعة، بشيء من الزراعة، بشيء من الحنكة، بشيء يظن نفسه استغنى. يا أيها الناس وأنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله مطلقا مطلقا دائما دائما في كل حال في كل حال، على أي وجه على أي وجه، بكل معنى بكل معنى. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فالذي أدركوا الحقيقة
كيف عزهم الله تعالى؟ قال وقال ولا برحت وأمد الكف مفتقرا إليك في حالي ليه؟ ها؟ في حالي الإملاقي والرغدي وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاق والرغدي وقائلا بافتقار لا يفارقني لأنه جبلي ذاتي ميت أتى يخرج لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون لعشانه فقراء إليه فقراء لفيض إفضاله يا نعمة من صمدي معولون على إحسانه فقراء لفيض إفضاله يا نعمة من صمدي جل جلاله والله الغني وأنتم الفقراء هل يتبدل هذا؟ أبدا هو الغني وغيره الفقير دائما أبدا 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 سيبقى في كل معنى بكل وجه في كل حال سبحان الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولما كانت الرحمات الكثيرات الكبيرات في مثل موسم الحج لظهور الافتقار خروج من البلدان والأوطان والأهل والسعي وإلى عند البيت الذي طوف بهذا البيت وسعي بين السفر والخروج خروج إلى عرفة نروح إلى ذاك المحل خارج حدود الحرم بيت قبلنا دخلنا احنا الى بيتك يزدلفون الى مزدلفه يتجردون عن عاداتهم فيجي العطاء ويجي الفضل قال الله عيد هو كل من فضله وبفضله جل جلاله مظهر الافتقار وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي اللهم خذ بأيدينا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذها الفضل والكرم عليك قال سيدنا موسى تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاء الجواب للحسمان مبادرة سريعا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك ليجيك أجرا ما سقيت لنا فلما جاء وقصها لقصة لا تخف نجوت من القوم الظالمين شوية شوية وقام بالأمر فلما قضى موسى جلس وسار بأهلي أنا سمي جانب الطور نارا شوف العطاء الواسع قال إني أنست نار أنست لعلي أتكلم منها بقبسين أو أجد على النار هدى كلام عجيب لما قد خبأ الله الفراح وجاء النداء كقصد موسى جذوة من ناري إذ عاد بالإنباء والإرسال رجع النبي ورسول صلوات الله عليه وهي للمهمة الكبيرة وقابل وصدق وجاهد وهكذا في المقارنة بين القوى والغني والفقير فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إيش كلا وذا البحر قدام والعدو وراء قال إنما ربي
إن معي ربي سيهدي، فحين يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله. وبعد موسم الحج ونهاية العام ودخول عام جديد، هتبقى يبقى عندكم غياب افتقاركم إلى الله واغتراركم بشيء سوى؟ ها؟ تحقيق الافتقار إلى الله يقوم به معنى السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والافتقار إلى الله بس يكشف لك عن سر الحقيقة القائمة، بس ما شيء جديد فيها إلا يكشف لك شيء عن سر الحقيقة القائمة. الحقيقة القائمة سبحان الله، ذرات الوجود العلوي والسفلي كلها في تكوينها وفي أعمالها وفي تسييرها تحت قهره وقدرته ومشيئته. ها الحين انت جالس قدامي كم من مره عينك تفتتح وتقفل وتجر، هذو كلها بترتيبه، لو واحده منها اخرها عليك بتحس تعب شوي، ولو سرعها لك وعجلها بترتعد. شوف 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 انت كيف جالس، ها حتى ما تشعر بتحكم في عينك تفتحها وتقفلها. وهي مسيرة مدبرة من فوق، محتاجة لله تعالى. ها لو جاء الخلل في الجفنة وشعر الجفنة وفي ما داخل العين لرأيت عجائب. سبحان الله. وجالس وتسمع والهواء عندك مبذول لك مجانا. هنا انت لما جلست هنا كم مرة تنفست؟ لو حتى نبغاك تحصي بس بتتعب انفاسه وما تقدر، وبسهولة وبيسر. ها ويدخل إذا بدأ قليل برد إنشان ما يصطدم رئتك، عندك القصبة الهوائية تخفف البرودة، تدخل إلى داخل تكيفها بما يناسب ويصل إلى الباطن مدافي تمام. انت وسطك دفاع يعني تدفي الهواء هذا كله، ولو بتدفي الهواء هذا كله تعب. قال اصبر، ايش حظك من الهواء؟ نصيبك من هذا الهواء اللي بيمس رئتك انا لك به، خلاص ما عليك. والا واللي بيقول لك يلا قم دفي الهواء، حمي الهواء، قم برده، بتصلح ايش في الهواء؟ تبرد ايش من هواء؟ تدفي ايش منه؟ اشتدت حرارة الهواء، قم دفه، يا قم الآن حمه، اسمه برده. كيف تبرده؟ الهواء كله مشان النفس حقك يكون معتدل. قال لك لا، خلوا يحمى يحر أو يبرد، نصيبك اللي يصل لرئتك أنا لك به، بخليه ما يصل إلا معدل. وتجي في البرد الشديد وتجي في الحر الشديد، وإذا هو حار يعدي في القصبة الهوائية يبرد، تخف حرارته ما يصدم الرئة بالحرارة، يعدي يتكيف تمام، يصل معتدل، يؤدي مهمته فيك وفي جسدك كله بواسطة هذا التركيب البديع العجيب. سبحانه، سبحان الخلاق. ذا قال بس كيف تكفلوا أنتم بتعديل الهواء اللي يناسب في ليناسب رئاتكم؟ خلاص لا لا لا، إيش نصلح؟ نجيب لنا شيء جنبنا على طول ولا نصلح لنا سياج كذا مشان نتحكم في الهواء؟ قال خلي يبرد يحر، نصيبك منه أنا لك بابا، وصله مضبوط. يا الله لك الحمد، وفي اليوم والليلة كم أنفاس عندك؟ اللهم لك الحمد وشكرا ولك المن وفضل. يا سعدنا بهذا الإله، ما أعظم فضله علينا.
كيف لن لن لا نحيا ونعيش على الطلب معنى شكر له، ونجي ونحصل أيضا هذا التوفيق منه للشكر أيضا نعم متتابعة، ولكنها شرف لنا وعزة لنا وكرم لنا وإنعام منه علينا، له الحمد والمنة. عام جديد أقبل عليك، تعلم كيف تعبد ربك فيه، تصلي مفتقر، تتلو مفتقر، تطلب العلم مفتقر، تدعو الله أنت مفتقر إليه، تقرأ القرآن وأنت مفتقر إليه، وخرج من دائرة أن رآه استغنى. تحصل دعوات كثيرة، ساعة تدعى لأن ترى استغنيت بالذكاء، ساعة تدعى لأن ترى استغنيت بالأصدقاء، أحيانا تدعى لأن ترى استغنيت بالعلم، أحيانا تدعى لأن ترى أنك استغنيت بالمؤسسة، ترى أنك استغنيت بقصر وبيت، ترى أنك استغنيت بمزرعة، كل هذا كذب وهم، ويا ويلك إن صدقته، بتطغى وبيصير المرجع عليك. فافتقر إليه خير لك، افتقر إليه خير لك. قال بعض العارفين قصدت ربي سبحانه وتعالى من الباب هذا والباب هذا باب، فوجدت زحمة، فجيت باب الفقر، فلما جيت زحمة فدخلت بيسر، وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي يا الله، نتوجه إليه يأخذ بأيدينا وأيديكم. هم يتفضلون لنا، تفضلوا يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي، من ينشد باقي. الحق مولى الموالي والمشفع حبيب الله، روحي وبالي اتسع به لميدان المحبة، المحبة مجالي وتوالت علينا به مواهب عواني، وارتقينا بطه فوق أوج كسبي ولا باحتياني، فضل من واسع الإفضال جزل النوالي، إفضال جزل النوالي، فخذوا ما بدا من سر وسط المقاني، وافهموا الرمز وارقوا في المراقي الطوالي، في المراقي الطوالي، فالنشور بي من أبحر و
ود طه حناني قد وجدته بأسنى الفضل دايم يوالي الفضل دايم يوالي كل ساعة بأيامي وانا الليالي إنه المصطفى المختار حامل ثقالي مختار حامل ثقالي حصن شياد لي بالنور دايم يلاني وبنى لي مباني ما لها من مثالي ما لها من مثالي فاطمة ابنته تار علي حالي وبالي وتعم بالرعاية أهلي وجملة عيالي أهلي وجملة عيالي وصحابي وأحبابي ومن لي يواني بشر أهل المحبة بالعطايا الجزالي بالعطايا الجزالي في الدنا ثم في البار زخوى دار المالي ذه عطايا من المولى عظيمة عوالي مولى عظيمة عوالي وابن أبي طالب المحبوب محبوب وثق حبالي شل سيف معي يجول بوسع مجالي يجول بوسع مجالي والحسن والحسين دايم دايم معي كل لحالي ما أنا إلا بهم وهم لنا رأس مالي وهم لنا رأس مالي هم حصون القوية عدتي للثقالي ربي صلي عليهم ما تلذ ذكر تالي ما تلذ ذكر تالي وعلى الأنبياء والرسل أهل الكمال والصحابات والتابع وكل أموالي تابع وكل أموالي وعلى
طه والعنوي رجالي. كم من حماء حصرها بالبرية تحاصر في البرية تحاصر. كم من حماء حصرها بالبرية تحاصر في البرية تحاصر. تتوالى علينا دوب باطن وظاهر باطن وظاهر. كم نظر بهر رعاية حل من خير ناظر حل من خير ناظر. كم سحايب غزيرة ساكمات مواطر ساكمات مواطر. يممت سوء حنا واضحى بها الربع زاهر بها الربع زاهر. يا إله السماء يا خير شاهد وحاضر شاهد وحاضر. يا سميعا دعاء يا حي صب بالسراير صب بالسراير. وبنور الهدى نور إله البصائر إله البصائر. رقينا بالتوقع مرق الرجال الأكابر أهل حق اليقين العاربين الأطاهر. ربنا يا الله للرضا والصبا من كل ذاكر وشاكر. أهل حضرتك لي حلوا شريب الحظاير. ربنا يا الله معهم ربنا نحضر بأمازن المحاضر. ربي حقق رجانا كلنا ربي ناصر. ربنا يا الله بالنبي خير خلقك ذخرنا على الذخاير فخرنا وهو يا مولاي أزن المفاخر. ربنا يا الله صلواتك عليه بالضحى والنياجم وعلى أهل الهدى والصحب نعم المواجر. ربنا يا الله يبسط لنا ولكم من بساط التوفيق ما يلحقنا به بخير فريق ويسقينا به من أحلى رحيق ويدفع به عنا كل تعويق. اللهم يسر لهم السبيل واسقهم من أحلى سلسبيل وتولهم بالفعل والقيل وحيثما كانوا بما توليت به المحبوبين من عبادك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وسر بنا مسار المحبوبين من عبادك المقربين وفر حظنا من هذا العام ومن خيراتك فيه وجودك على أهليه ومننك التي تمن بها على من تصطفيه ومن تجتبيه ومن تقربه وتدنيه وترفعه وتعليه. عبادك بين يديك والحال لا يخفى عليك فجد بما أنت أهله وعاملنا بما أنت أهله. صلح لنا ولهم الأمة الشان كله يا مصلح الشؤون وربطنا بالأمين المامون ربطا لا ينحل أبدا واجعلنا به وبقربه ورؤيته ومرافقته من أسعد السعداء. وبلغنا به المراد وفوق المراد وصلح لنا به الخافي والباد وحي سيرته وسنته وشريعته وهديه فينا وفي أهلينا وأسرنا وذرياتنا وذوينا وأصحابنا وأحبابنا في بلداننا وأوطاننا وفي المشارق والمغارب وأشهدنا ذلك
وسر بنا في أشرف المسالك واكسنا بحلة من حلل التقوى وتولنا بما توليت به المحبوبين من أنلتهم الرجوى وعاملنا بما أنت أهله في السر وفي النجوى وأكفنا كل زيغ ودعوى وبلوى وعاملنا بالإفضال في كل حال وأسعدنا بما أنت أهله في جميع الأحوال ومن عين بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. أكمل الدعاء. أكمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا ربي من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ربي الطف بنا بخفي لطفك الخفي الذي إذا لطفت به أحدا من عبادك كفي، فإنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا بعيدا عن أهله إلا وعلى أحسن حال أرجعته، ولا ولدا مزجونا مظلوما إلا وعلى أحسن حال سرحته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا رب انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربي طهر حرمك المقدس من الأرجاس الأنجاس. اللهم يا ربي أعن المجاهدين في سبيلك، أعن إخواننا الفلسطينيين وفي كل وفي سوريا وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أعنهم يا ربي، يا ربي أعنهم للدفاع عن دينك، لإعلاء كلمتك العليا. اللهم يا ربي، يا ربي فل حدة الأعداء يا أكرم الأكرمين، وفرق شملهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم يا ربي افتح بصائرنا فتح العارفين بك. اللهم يا ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا فالق الحب والنوى، ويا عالم السر والنجوى، أعطي لكل من الحاضرين من الخير ما نوى فيما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربي بارك لشيخنا، بارك له في أعماله. اللهم اجعل هذه الأعمال متوجة ومكللة بالنجاح بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبارك اللهم في جلسائه، وبارك اللهم في أتباعه، وبارك اللهم في طلبته وتلامذته، وبارك اللهم في هذا البلد المجيد، البلد الذي له حضارة علمية كبيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتواصل هذه الحضارة، وأن تتواصل فيه إشعاعات الروح الإشعاعات الربانية وكذلك العلوم الشرعية يا أكرم الأكرمين. واحفظ هذا البلد بكله وبكامل أقطار الإسلامية، احفظهم من كل أذية، وابعد عنهم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا ربي جنبنا المحن، جنبنا المصائب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان التامان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.